داخل هذا الحوش الصغير اتخذ الشاب عبد القادر ورشة متواضعة لصنع سيارته الصغيرة. استطاع جمع قطع غيار مختلفة وأدوات أخرى تساعده على إكمال مشروعه الذي راوده كثيراً. بأدوات بسيطة وحلم طغى على حياة الطالب عبد القادر، يعيش أجمل تفاصيل حياته بقيادة سيارته الخاصة والفريدة في طريقه لمدرسته التي تبعد عنه أكثر من 5 كيلومترات، كان يقطع أغلبها مشياً على الأقدام. هكذا تبدو صورة اليوم، وهي تحمل نوراً يشرق على حياته، يتمثل بسيارة تتجسد أمامه بصورتها النهائية التي أصبحت واقعاً ملموساً تنقل عبد القادر نحو مدرسته وأينما يريد. بالنسبة للفكرة أتتها فهي الحاجة إليها، أدرس وأعمل في المجمع في مسافة ما بين البيت والمجمع إلى ما يقرب حوالي 5 كيلو، فاضطررت إلى سيارة، وبصعوبة الإمكانيات وقلة الظروف المادية لم أستطع شراء سيارة، فقررت صناعتها بنفسي بحسب ما لدي من إبداعات وابتكارات مسبقة. قررت صناعتها في فترة طويلة، يعني ما يقارب حوالي 4 أشهر في خلال 3 أسابيع. فالحمد لله كنت أجمع الأفكار والإمكانيات البسيطة في البداية وتميتها. أتمنى من الجهات المعنية لفت النظر إلينا كمبدعين، ليس أنا فقط وإنما إلينا كمبدعين. اليمن مليئة بالشباب المبدعين في هذه المجالات وفي غيرها. لأكثر من 5 أشهر متواصلة أثبت الشاب عبد القادر أنه لا يوجد مستحيلا في قاموس حياته، فبالرغم من المآسي والوضع السيء الذي خلفته الحرب والظروف الاقتصادية المتردية التي واجهها طول حياته، استطاع التغلب على كل ذلك وتحقيق حلمه وتحويل تلك المعاناة إلى نجاح مبهر بكل عزيمة وإرادة صلبة. لم يكن نجاح حلمه قد غير حياته فقط، بل لقي إعجاباً واسعاً وترحيباً من المواطنين وهو يقود سيارته الملفتة للأنظار في شوارع المدينة في وقت تشهد البلاد خراباً ودماراً يجعلان فرص العيش تبدو صعبة، تتحطم معها طموحات العديد من الشباب. تفاجأنا في كسكان الحي بالأخ المهندس المخترع عبد القادر الصديعي بالرغم من إمكانياته المحدودة في صنع مثل هذا السيارة الخاصة به، وهذا طموح كل 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 مبتكر وكل صانع وكل مهندس في اليمن. يعني بالرغم من الإمكانيات البسيطة الذي يمتلكها هذا الشاب إلا أنه حقق حلمه في صنع هذه السيارة. وهذا ولدي عبد القادر الله يوفقه، والله إني ما أدري عنه في شغله هذا في سيارته إلا يوم قالوا لي صنع السيارة هذا، وشفته على بعض القنوات وتعلمت بصراحة، يعني حبيت إني أقدم له أي مجهود وقدمت له السيارة هذا، والله يوفقه والله يكون معه ويصلح له. صعود المواهب الشابة في مأرب لا يأتي إلا من رحم المعاناة وصعوبة الوضع الذي حاصر العديد من الناس، فهناك الكثير من طلبة المدارس يعانون من صعوبة التنقل بين المدارس ومنازلهم البعيدة نتيجة ارتفاع تكاليف النقل وغياب المواصلات في العديد من الأحياء داخل المدينة. الحاجة أم الاختراع، هكذا استطاع الشاب عبد القادر أن يكسر ظروف الحياة الصعبة ويذلل طرق تواصله إلى مدرسته والتي أصبحت شبه منعدمة في منطقته. عبد العال بن حلال لقناة اليمن اليوم، مأرب.